ايه ما تحت النوم. هيك مبين اذا قعدت هون انا اذا قعدت هون هيك. أخبار؟ مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بيوميات ستار أكاديمي. أسبوعين بيفصلونا عن جائزة $100,000 تقدمة تويوتا إيجيبت. شو صار أحداث خلال اليوم اللي فات بستار أكاديمي منشوفها سوا؟ رافائيل وحنان شجار دائم. واو رافائيل، واو شو هالشخصية اللي عليك، شو هالحنان، شو هالحنان، شو هالرافائيل، عن جد انكم كوبل كثير بتعقدوا. غنى. كيف حالهن كيفن حبايبنا؟ عم يبعدوا البعد تعبنا، كيف حالهن كيفن حبايبنا؟ عم يبعدوا البعض تعبنا، بيتن قريب وحيٌ بهالحي، وقلنا سنين منمشي ومقربنا مقربنا، كيفن حبايبنا؟ دراما. سويت يا بي يا بسي صوم علي يا بسلا. أريد التكلم معها، أريد التكلم معها. الو الو ماريا. الو خوسيه، ماذا تريد؟ ماريا، اريد ان اقول لك انني احبك. حقا؟ اين كنت البارحه يا خوسيه؟ نعم ماريا، نعم. ماذا ماذا قلت؟ اين كنت البارحه؟ البارحه كنت في الحانه احتسي شراب الشعير مع اصدقائي. نعم كنت مع خوسيه. أخبار. فوز ريال مدريد على برشلونة نتيجة 4-0 في ملعبها. لاعب التنس رافائيل نادال أحرز بطولة العالم بجدارة. لاعب البين بون شونغون كوانغ كوانغ أحرز بطولة. غنى. مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام، يا عينين الغرام تركيني بسلام. مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام، يا عينين الغرام تركيني بسلام. مش وقتك يا هوى ولا نسمة الهوى اللي ما إلها دواء. أنا والله حرام، أنا والله حرام. كرتون. مسا الخير لأحلى أصحاب، كيفكن؟ إن شاء الله كنتم منيح، إن شاء الله تكونوا منيح. ليكو شو عملت؟ ليكو شو عملت؟ بس من ورقة، من ورقة عملت هالشخطورة اسمها أوتو. شو رأيكم نعملها سوا بهالورقة بس؟ جاهزين؟ جاهزين يا أصحابي؟ جاهزين؟ سمعوني، بدي أسمع صوتكم لهون. جاهزين يا أصحابي؟ أكيد. يلا نطوي الورقة أول شي عالنص. بتجيبوا أول شي ورقة، أكيد ورقة بيضاء مش عايزينها، مش تخزقوا من كتاب الليكتير تبعكم. أوكي بتجيبوا ورقة مش عايزينها، بتتنوها عالنص أول تانية مثل ما شايفين. أوكي نرجع نطويها من هون. أون لاكاس.
جامطوية من تاني مال. نرجع نطوية من النص مثل ما شايفين، شايفين هيدا الزيح لازم يكون على النص. غنى قلبي عاشقها والعيون هويتها واهلها ما يرضون، انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها، كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها، تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها، ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يرضون. ميرسي. ثانك يو. كاركترات اللي اخذهم اليوم رافائيل كانوا كثير مهضومين، و وهيك عارف يخلينا نضلنا عم نتطلع ونضلنا عبالنا نشوف شو عم يعمل. والصوت بالحكي بالكاركترات كان حلو، كان ظابط، كانت الانتوناسيون مزبوطة على كل شغله، واللفظ كان مفهوم وكل شيء. بالغناء كان في اشياء منيحه، كان في اشياء مش منيحه. يعني بالثلاث مقاطع اللي غنيهم كنا عم نحس انه اوقات رافائيل عم بيطبق التكنيك بفتحه التم وبعرض الصوت وبالرودار تبع الصوت، واوقات لا، اوقات النوتات العاليين كان فاتح عليهم غير مطارح، خصوصا على الاو مثلا حرف الاو كان عم بسكر عليهم. كان في افلات هيك مخلصين مدري كيف، انه بركي النوت صح بس مقطوشه مش كتير مسموعه. انا كنت بفضل اليوم يكون رافائيل اروق بالغناء، يكون عم يرسي مزبوط بافلاته، يكون عم بروق شوي ليسيب النوتات الاعلى اريح ليغلف صوته. ما كان في اغلاط مغنى، بس هو الاشياء ما بقى نقبلهم. يعني اليوم لما نغير اغنيه او لما بدنا نعمل مشهد بين الاغاني او بدنا نفكر بمشهد مش مفروض ابدا، الصوت ما يضله استابل والمغنى ما يضله استابل. انا بزعل لرافائيل لانه اليوم ما كان مرتاح، كان خايف وعم يرجف. الصوت كان كتير حلو، فتحة تمه كانت كتير حلوة وصوت ودى أكتر من العادة. في مطارح أكيد غلبط من وراء الخوف والنفس، هذا شيء بزعلني لأنه نحن وصلنا بوقت خلص صرنا على الفينال، يعني أقل غلطة الشخص بيظهر لبرا. رافائيل عنصر طيب وله مستقبل كبير. أنا بفتكر إله بالعادة رافائيل ينفذ الأفكار أحسن من هيك، يعني الأفكار مش بشعة. فكرة هيدا اللي عم يحكي مع الولاد مثل ما هو بيحكي معهم كيك فيها تكون بتموت من الضحك هاي الشخصية، لأنه في منهم هول شوية حبايبي شوية عيوني، هول الكارثة اللي بيطلعوا بيحكوا مع الولاد. قاعد يطويلنا شغلة، يعني صمت عم بيعلمنا كيف بيعملوا باخرة، بدل ما يقول شي تاني، بدل ما يعبي بالحكي، بدل ما يعني الكاركتير حلو تنفيذه بشع. الأخبار هيلدا مش أخبار، هيلدا مش أخبار. المفروض هيدا برنامج، يعني برنامج منوعات، مرة تانية عملنا أخبار رياضية كان مش محضرون عم بيتخلبط فيهم. مش هيدا رافائيل أنا بعرفه. بالدراما كان مهضوم اوفر، يعني انه بهود يعني عم بيقلنا انه هو مترجم، كان مهضوم. دراما يمكن كان احسن شيء. اما بالنسبه للغنى ايه اكيد انه صوته صار احسن رافائيل من قبل، يعني لنا فتره هيك بنحسه عم بغني احسن. بس انا بحس انه هالايفال هو ملعب رافائيل. بتفاجئ اليوم انه بلاقيه ملعب غيره، ملعب محمد، ملعب هايدي، ملعب هالشخصيات يلي ما كنا بنحلم انه هن بيعملوا هيك. كان ملعبهم هن مش ملعب رافائيل يلي هو هون لازم يكون مرتاح، وهون لازم اذا بده يضحك يضحكنا، واذا بده يبكي يبكينا. هو يلي عامل ايفالات تبكينا، هو اللي عامل ايفالات تحزننا وايفالات تضحكنا. بفتكر انه خايف، ما بعرف يمكن لانه قربنا للفينال، وهذا شيء طبيعي. بس على طول رافائيل بمروره عنده اشياء حلوه، ولا مره مرق بشيء مش حلو فينا نقول، لانه هو شخص حلو، يعني شخص من جوا حلو. على طول عنده شيء حلو انك تحضريه مثل ما قالت ليسلي، انه ايه حلو، بس انا كنت بستنظر منه اكثر بكثير.
أنا بتصور اليوم رافائيل مش إنه عم دافع عنه، بس بتصور إنه حط كل جهده على الغنى لأنه عارف إنه يمكن هيدي نقطة ضعفه. وأنا اليوم شخصياً بسطت فيه لما نغنى، أكيد كنت متوقعة أكتر تمثيلياً، ولكن أنا بعرف قدراته، يعني بعرف قديش بيعرف يمثل وبيقدر، وأنا بعرف قديش مساعد كل رفقاته بالأفكار وبالتنفيذ وبالموسيقى وبكل شيء. هلا اذا بدي اخذ اول مرحله، اوكي يمكن هو اعتبر اخبار ستار اكاديمي انه بروجرام هيلدا، اوكي منن اخبار، ولكن انا لقيت انه ليش لا، انه هيدي اخبار ستار اكاديمي كل يوم، بما انه هيدا بروجرام بينعرض كل يوم على فتره 4 أشهر على وقت معين، بيصير مثل نوع اخبار، فمش غلط. لما غنى كيف حالهم حبايبنا، انا حبيت بالدراما بالفيلم المكسيكي كان بيقدر يعمل أحسن، مع أنه الفكرة مهضومة كيف الدبلجة وكيف عم تحكي معه حنان يعني على التليفون. بالأخبار تبع لما نختار السبور يعني الرياضة كمان مش متوقع يمكن مرتين نعطي أخبار وراء بعضهم، ولكن دبر حاله يعني بيضل عنده رافائيل قدرت أنه يلبي يعني دبرويار بيضل يلبي. أنا حبيت فكرة الكرتون للأولاد، يعني ما اختار مش كرتون، يعني مثلا حبيتها إنه اختار هيدا اللي بيطلع بيحكي مع الأولاد مثل ما بيحكوا بفكروا إنه الأولاد مهبيل بصير يعيط له ويصرخ، وحبيت هالطريقة. هلا لما حسيت بالصمت أنا طلبت يمكن أول مرة بتدخل وبقلب على الغنى ورجع غنى، ولقيت إنه اليوم رافائيل ضحى بالتمثيل كرمال أساتذة الغناء، فما بعرف أنتو كيف رح تشوفوا، بس أنا شخصياً بعرف أنه بيقدر يعمل أحسن بالتمثيل، بعرف، ولكن اكتشفت يمكن جهد بالصوت شخصياً اليوم بهذا الإفعال. هلأ بدنا نحكي تامر، يعني خامة الصوت، طابع الصوت، كيف بيفتح تمه. أنا بحب عند رافائيل في وضوح، في كلارتي بصوته، هيك صوته نقي بيوصل دغري، بس اليوم كانت المشكله بالفينيساج، يعني كيف عم بيطلع الغنيه بالعرب بالافلات. انا كنت بشوفه باغاني تانية، يعني نرجع نفوت بقصه الاختيار، لانه رافائيل من الاصوات يلي في انواع معينه من الغناء بيلبق له، بيبين له صوته احلى، لانه الانواع اللي بيكون فيها التركيز على الخامه، على قوه الصوت، على كيف بيوصل الصوت، مش على التفاصيل اللي هن عرب وافلات. شفته اليوم يعني بالمغنى من ناحية التفاصيل كان شوي ضعيف، من ناحية الخامة، من ناحية قوة الصوت صوته كتير حلو، وأنا قلت له هذا الشيء بالصف مبارح، ولكن نحن اليوم بمطرح فيه عم نفتش على التفاصيل. لا شك أنا بالنسبة لإلي إذا بدي إجي أطلع بأول بداية رافائيل غنائيا واليوم بشوف كتير فرق، ولكن إذا بدي أطلع بالإمكانيات الصوتية الموجودة كمان فينا لقى شوي فرق، ولكن هذا الشيء ما بيمنع أنه هو من الأصوات اللي كتير حلوة، ولكن أنا أصر أنه رافائيل يعرف يختار أكتر، يكون ذكي أكتر باختياراته، ويشتغل على الشكل العام للأغنية، مش على أنه هو فوت حاله بالتفاصيل الصغيرة اللي هو بحسها من جوا.